الصيف ينصرف العقاب بمعناه العام الصلاحي. فهذا وين ما روح مفروض حتى الكل كل كلمة حتى الكل أنت ما يعني باللغه ما قاعد يعني ما شغل فيها. فطلب لغتين حتى الوثام زين الله سستال داخله تر بعد الطلاق الصلاحي هكذا يقول ابن فهد الحلي في كتاب المهذب يقول إزالة قيد النكاح بقوله أنت طالب. فأنت صار لك تداخل بين الصلاحين. أنت تريد تعرف الطلاق الكلعي وتجهت المشيتين. لا أنت معرف الطلاق بمفهوم العام ولا أنت شنو عرفت الطلاق الكلعي من جهة اللغة. فصار لك هذا التداخل. مفهوم النكاح هذه المفاهيم.